المهم الخوت قبل ما نبداو فيديو قولوا لي يعني احسن دوله اللي كتفضل يكون عندك فيها صديق. السلام عليكم ابطال، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناه بابيتو في اس. كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وبخير، جمعه مباركه ان شاء الله على جميع المسلمين. المهم الخوت الموضوع ديالنا غيكون يعني اي دوله كتمنى يكون عندك فيها صديق، صديق بصح اي دوله، لان صراحه كما كتعرفوا الناس المزيانين في جميع انحاء العالم والناس الخايبين في جميع انحاء العالم، كاين الطالح وكاين الصالح، ولكن كاينه واحد المنطقه في العالم فيها اكثر يد الناس ديالها، يمكن نقول لك 99% ناس صالحين. البارح كنا كنهضروا انا واحد صاحبي مشى العمره وعاود لي واحد القصه وقعت له في المدينه. هنا كنهضروا على الناس ديال المدينه المنوره، فين كاين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هاد الناس هادو علاش هما احسن الناس؟ تصور الرسول صلى الله عليه وسلم جاو عليه العائله ديالو، القوم ديالو اللي كبر معاهم، جاو عليه من مكه واستقبلوه الناس ديال المدينه، استقبلوه وامنوا به ولاو صحابه. اكثر من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كتلقاهم من المدينه المنوره. عاش تما بزاف ديال السنين وبنى المسجد صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله العظيم تما القبر ديالو صلى الله عليه وسلم. المهم الخوت علاش اختاريت هاد البلاصه هذا؟ انا بالنسبه ليا المهم كل واحد غيخلي لي تعليق ويقول لي بلاصه يعني اللي عجبته يكون فيها صديق، ولكن انا اكثريه يعني الا كيشوفني شي واحد من هاد المدينه هذا ما كرهتش يكون عندي صديق من المدينه المنوره، ولا ماشي غير صديق، اكثر من صديق. انا عندي اصدقاء ديالي عزازين عليا وكنحبهم الله يخليهم ليا، ولكن كنتمنى شي صديق من هاد البلاصه. علاش؟ حيت هاد الناس هادو يعني الا مشيتي تعاشرتي معاه هو صالح غيرجعك صالح، فهمتي؟ وكاين بزاف ديال العلماء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الا تصاحبتي مع ناس صاحب مع الناس اللي صالحين، واخا لا قدر الله ديتي شي ذنب كبير يوم القيامه والله تعالى دخلك لجهنم، هذاك السيد اللي صالح غيبقى يقلب عليك في الجنه ما يلقاكش، يقول يا رب العالمين انا ما حلتليش العيشه في الجنه بلا فلان. الله تعالى يقول له مشي جبد ديك صاحبك وجيبو عندك للجنه. علاش؟ لانه انسان صالح غيشفع عليك يوم القيامه. المهم الخوت هاد الدري هذا صاحبي مشى للعمره وعاود لي واحد القصه، قال لي في المدينه قال لي كتمشي كتلقى الحوانت هيدا محلولين، حتى واحد ما كيحادي شي حاجه، الحوانت كيمشيو يصليو وكيخليوهم هيداك محلولين، كيدير واحد الخشبه هيدا بان بنادم ما راهش انا الدب والماسك الخيرات ديال الله تعالى، حتى واحد ما كياديهم. وقال لك فوقاش ما مشيتي هيدا في الشارع كيشوفك شي واحد كيوقف عندك كيديك حتى البلاصه اللي غتمشي، كيوقف عليك في السياره. قال لي واحد المره كنت راجع الاوتيل فين جالس، تلاقى مع واحد السيد في السياره قال له طلعوا معاه، قال له الاخ من وين؟ قال له انا مغربي، قال له احسن الناس مغاربه الاهل ديالنا وداك الشيء. المهم قال له غتمشي معايا للدار، قال له انت كنشوف كيدا يعني كنلبس واحد التيشورت بحالي بحالو يعني في المدينه المنوره ما جاتش نورمالمون يلبس بدعيه قميص وداك الشيء. قال له غتمشي معايا للدار، مشى دا معاه للدار، عطالو واحد الباكيه ديال البدعيات، قال له اختار اللي بغيتي اللي غتجي عليك ديها، واللي ما غتجيش رجعها لي عاود نعطيوها لشي. المهم صافي ديك الدري مشى معاه وصلوا للدار، قال له استناني هنا. طلع ديك الدري حتى هو جاب له الكادو، جاب له واحد التيشيرت واحد سبردين. المهم جاب له الكادو عطالو دا الكادو هذاك، وقال له شوف غدا غنجي غنحط لك السياره هنايا وعندك السوارت دي السياره. شوف سبحان الله العظيم منهم كيعرفوا غير تما، قال له هاك السياره ومشي يدير بها المشاوير ديالك، انا عندي رزق يعني عنده شي سياره ولا شي حاجه. ماشي كنهضروا يعني على الماديات وصافي، ولكن هاد الناس هادو يعني فيهم واحد الثقه في بنادم، وقال لك سبحان الله العظيم فوقاش كتدخل لديك المدينه كتحس بواحد الراحه نفسيه و
بحال اللي يعني ما كرهتيش تسكن تما، تبقى تما حياتك كامله تما. وبزاف ديال الناس مشاو يعني بقاو تما، ما بغوش يرجعوا، بقاو تما في المدينه. علاش؟ لان الناس ديالها طيبين ومعروفه. كاين الناس هيدا كيمشيو للسعوديه كيقول الاخر الحج وداك الشيء مكاك، يقول لك المهم الناس كاين اللي مزيانين وكاين اللي، ولكن فوقاش كيمشي للمدينه كيحس بالراحه عليها. كنقول لكم انا ما كرهتش يكون عندي صاحبي من المدينه المنوره، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المقبره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني واخا يجي عندك تمشي عنده، يعني تبقاو اصدقاء، يعني دائما غتلقى منه غير الخير. داكشي اللي بغيت نقول لكم. المهم هذا كان فيديو، غير بغيت نوصل لكم واحد المعنى من هي بان خصك تختار احسن صديق الا بغيتي تكون مزيان. تلقاه في الشده، تلقاه في المرض، تلقاه في اي وقت. الصديق عند الضيق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.